قال محمد ريدا نجم الرجاء البيضاوي عن مواجهة النصر السعودي غدا الأحد من الربع النهائي من كأس ملك الأندية العربية لن تكون سهلة على الفريقين. تابع اللاعب المغربي في مؤتمر صحفي يوم السبت: دخلنا مرحلة أخرى من المنافسة وسوف نكونون مطالبين بإعطاء أكثر وتقديم كل ما نملك من أجل مواصلة المشوار العربي. وأكمل أن فريق النصر فريق جيد وينتظرنا أن تكون مواجهة قوية، وأكد أن كل لاعب يتمنى مواجهة رونالدو، ولكن كفريق نريد الذهاب بعيدا في المنافسة وسوف نتأهل ويهمنا في هذه المباراة، خاصة أننا وصلنا إلى وصول على الأقل إلى مباراة النهائية. وختم زريدة: نحن نتحمل المسؤولية مهمة جدا، إننا نمثل المغرب فقط في البطولة العربية ولكن الكرة الإفريقية أيضا، ولذلك نتمنى أن نكونون على حسن ظن.